فبالنسبه للمباريات، هو مش من قبل السفر للمعسكر حضراتكم عارفين كجمهور النادي الاهلي ان مفيش مباريات هتتلعب في معسكر الامارات؟ ولا انا بقول حاجه جديده او بقول خبر جديد، او اللي كتب الخبر او اللي كتب الكلام ده على السوشيال ميديا متخيل ان هو مثلا بيقول خبر جديد؟ لا، الخبر ده احنا قايلينه من قبل المعسكر. عايزين تعملوا ترافيك او حاجه ممكن، على فكره مفيش اي مشكله، انت حر، كل واحد حر وكل واحد يعمل اللي هو عايزه، ولكن مش على حساب النادي الاهلي ومش على حساب اخبار النادي الاهلي، لان انا الحاجات دي مش هعديها الحقيقه، الحاجات دي لازم هتكلم فيها. وبالمناسبه انا ما عنديش مشكله ان انا اتناقش مع اي حد في هذا الموضوع. فحاجه غريبه جدا ان انا اشوف اخبار مغلوطه واخبار هي لا تمت للواقع باي صله، مفيش اي حاجه بتقول الكلام ده الحقيقه، ملهاش تفسير عندي غير ان انت عايز تهز استقراري. ما هو ده، ما هو انا هقول كده، ما هقول ايه يعني؟ حضرتك متخيل ان انا ممكن اقول ايه؟ حضرتك اللي خلتني افكر فيك بهذا الشكل، لانه اللي انا افهمه واللي انا عارفه ان طول عمر النادي الاهلي، وخده من الحاجات السابقه او خده من المعسكرات السابقه، الناس كلها طلعت قالت لك ايه، او معظم الناس او بعض الناس قالت ايه؟ قالت اصل المعسكر، لو تفتكروا ايام لاسارتي لما راحوا المعسكر السابق في اسبانيا واتكلموا مع ان لاسارتي، يا جماعه ده معسكر فشل ومسكوا في بعض وضربوا في بعض ومش عارف ايه، الحمد لله من بعد العوده من المعسكر كسبنا كل الفرق، وانه زعلان لان الماتشات الوديه كانت ضعيفه ومش عارف ايه، نفس الكلام بيحصل كل مره، ولكن للاسف الشديد ده مش حقيقي وده ما بيحصلش. احنا عندنا طول عمرنا عارفين ان احنا داخل النادي الاهلي الوضع معروف، 1+1=3، نمره 1 النظام الالتزام، عندك جوله حره، حتى في الجوله الحره بيبقى عندك نظام والتزام، عندك جوله حره 4 ساعات، اعمل اللي انت عايزه في ال4 ساعات بما يتناسب مع المبادئ العامة بتاعت النادي الأهلي، وده اللي احنا دايما بنتكلم عنه وده اللي احنا دايما عارفينه، كل لعيبة النادي الأهلي دايما متعودين على كده. المعسكر هناك مثلا تصحى الساعة 9 الصبح، يبقى هتصحى الساعة 9 الا ربع عشان، او 8 ونص علشان تحضر نفسك وتنزل تبقى موجود الساعة 9، هتنزل 9 و5 هيتخصم منك، هتطلع بعد كده تريح، يبقى لازم تريح لان انت عندك تمرينة قوية مثلا. فالحقيقة حاجات غريبة جدا بتتقال، وحاجات يجب أن نكون متواجدين دائما للرد عليها.